حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. توقع خبراء اقتصاديون أن يحدث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي العراقي بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا وتخفيض العراق من حجم إنتاجه وصادراته النفطية. وأكد الخبراء أنه من المتوقع أن يتحول الفائض المالي المتحقق في عام 2022 إلى تراكم العجز في الموازنة عام 2024. بدلاً من ضبط الإنفاق، اتجهت الحكومة في العراق نحو التوسع في الإنفاق حسب الموازنة الثلاثية التي تم إقرارها قبل أشهر، والتي فتحت المجال لزيادات كبيرة في التعيين الحكومي وزيادة في الإنفاق غير الاستثمارية. قالت هيئة النزاهة في العراق إن الهيئة العامة للضرائب لم تتخذ أي إجراء بحق الشركات التي لم تسدد ضرائبها حتى الآن. وأكدت الهيئة وجود أضابير لشركات أخرى في فروع الهيئة العامة للضرائب لم يتم إرسالها، فضلاً عن أن بعض الوكلاء الرئيسيين للشركات لم تجري لهم محاسبة ضريبية منذ عام 2008. قالت وكالة فرانس بريس إن موظفين في الشركات الأجنبية النفطية بمدينة البصرة عاجزون عن سحب رواتبهم بشكل كامل بالدولار من المصرف، بعدما فرضت السلطات في العراق قيوداً جديدة تعقد استخدام العملات الأجنبية. وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات تعد مفارقة في بلد غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار الأمريكي تخطت 100 مليار، مبينة أن ظهور سوق موازية للصرف وفرض السلطات قيوداً على إطار أو في إطار تعزيز الرقابة المصرفية امتثالاً للقواعد الدولية التي تفرضها واشنطن تسبب في تعقيد الحياة اليومية للسكان. أقرت هيئة النزاهة بتورط وزير النفط أو وزارة النفط الحالية بارتكاب جرائم فساد وهدر كبير في المال العام بمحافظة البصرة، مشيرة إلى أن ما يتم الكشف عنه من جرائم في البلاد لا يمثل سوى نسبة ضئيلة منها. وبحسب الهيئة فقد تورطت شركة نفط البصرة بارتكاب جرائم فساد ومغالاة تسببت في هدر 85 مليون دولار في المال العام عبر إحالة مشروع تنفيذ أنابيب الجريان لحقن المياه لآبار النفط خلافا للقانون وتجاوزا على الصلاحيات، وتلاعب المسؤولين في الشركة بالأسعار المثبتة في العقد الأصلي. حل العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً على مستوى جهوزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لسنة 2023. ووفق بيانات مؤشر أكسفورد إنسايتس الذي يقيس مدى جهوزية البلدان للذكاء الاصطناعي في 193 دولة حول العالم، فقد حل العراق في المرتبة 13 عربياً متقدماً على دولتي فلسطين وجيبوتي، والمرتبة 133 عالمياً. ويقيس التصنيف العالمي الذكاء الاصطناعي أكثر من 100 معيار ضمن 7 مؤشرات هي الاستراتيجية الحكومية والبحث والتطوير والكفاءات والبنية التحتية والبنية التشغيلية والتجارة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.